بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أبنائي الأعزاء، طلبة مقرر فيزياء 1، دراسات مستقلة. المحاضرة دي هي المحاضرة الثانية، وهي تكملة للباب الأول. الباب الأول هينقسم لقسمين. القسم الأولاني اللي هو الوحدات والأبعاد أو اليونتس والدايمنشنز، وده قلناه في المحاضرة الأولى. والجزء الثاني هنتكلم فيه عن جزء من الميكانيكا، الداينامكس، الميكانيكا الحركية أو الحركة في الميكانيكا. معظم الكلام بتاعنا عن مفهوم القوة. طبعا الموضوع اللي احنا هنصيغه هي قوانين نيوتن، على قوانين نيوتن بالذات. علشان نتكلم على قوانين نيوتن لابد اننا نقدم له بمقدمة، وهي عن انواع القوى الموجودة في الطبيعة. التايبس اوف force، types of force، أنواع القوى هي 5 أنواع: القوة الميكانيكية mechanical force، gravitational force قوة الجاذبية، electrical force القوة الكهربية، magnetic force القوة المغناطيسية، والnuclear force القوة النووية. كل واحدة من دول ليها المجال بتاعها، لكن احنا هنتكلم على النوع الأول منه اللي هو الميكانيكال فورس. الميكانيكال فورس طبعا نيوتن كان له السبق وله الفضل في انه يكتشف 4 قوانين. أول قوانينه هو اللي غير مفاهيم كتيرة جدا في حياتنا، وهو قانون الجاذبية. قانون الجاذبية، وهذا القانون ما زال معمول به إلى يومنا هذا. حتى الـ3 قوانين الأخرى ما زال معمول بيها لغاية دلوقتي، من منتصف القرن 17 لغاية منتصف أو أوائل القرن 18. كان دي الفترة اللي عاش فيها إسحاق نيوتن. يعني شوف، من فترة بعيدة قوي، من القرن 17 والقرن 18، وإحنا ما زالت هذه القوانين في جعبتنا أو في حوزتنا، وما زلنا نعمل بيها وبكل نجاح. بكل نجاح. لما نيجي نتكلم على الميكانيكال فورس لابد اننا نقدم بقوانين نيوتن للحركة. قوانين نيوتن للحركة اللي هي نيوتنز لوز اوف موشن، قوانين نيوتن للحركة. دول 3 قوانين. يا ريت نفهم القوانين دي كويس قوي علشان نشوف ازاي نطبقها بسهولة، طريقة تطبيق هذه القوانين. القانون الأول بنسميه قانون الاتزان، law of equilibrium، وأيضا بنسميه قانون القصور، قانون القصور اللي هو law of inertia. يبقى فيه بيتقال عليه law of equilibrium أو law of inertia. وكلمة inertia اللي هي القصور، إن الجسم لا يؤثر عليه أي شيء، لا يؤثر عليه أي شيء. جسم يكون ثابت، مفيش قوة خارجية تؤثر عليه أبدا. لو جسم متحرك مفيش قوة خارجية تؤثر عليه
عشان كده بيتسمى ده قانون القصور أو قانون الاتزان. قانون الاتزان بينص على states that an object at rest will remain at rest. الجسم اللي هو في حالة سكون، الجسم الساكن يظل ساكن. And an object in motion will remain in motion. والجسم المتحرك يظل متحرك. يظل متحرك with a constant velocity. يظل متحرك بسرعة ثابتة. Unless ما لم. Unless acted on by a net external force. ما لم نؤثر عليه أو يؤثر عليه بقوة خارجية تغير من حالة السكون بتاعته أو من حالة الحركة. يعني إذا كان جسم ساكن وما أثرناش عليه بأي قوة خارجية هيفضل ساكن. أنا قاعد على كرسي أفضل قاعد على الكرسي لغاية ما إما إن أنا أبذل مجهود أو أعمل قوة معينة إن أنا أغير من الوضع بتاعي. كرسي لو سبته أو الترابيزة سايبينها في مكان تفضل في مكانها ولا تتحرك إلا لو جت قوة خارجية، واحد جه راح محرك هذا الكرسي أو هذه الترابيزة. يبقى الجسم الساكن يظل ساكن، وكذلك الجسم المتحرك يظل متحرك بسرعة ثابتة. وده الغريب، لأن احنا نعرف أي جسم لو دحرجناه على الأرض بعد شوية هيقف. طبعا ده نتيجة الاحتكاك، يبقى في قوة، في قوة هنا. هذه القوة بتعمل على إعاقة حركة الجسم، لكن لو ما فيش قوة احتكاك، لو احنا بنحرك هذا الجسم على مستوى أملس، مستوى أفقي أملس وما فيش لا هواء ولا أي قوة أخرى ولا حد جه يوقف هذا الجسم، هيظل يتحرك إلى ما شاء الله بنفس السرعة الثابتة أو نفس السرعة المنتظمة بتاعته. ده المفهوم الأول لقانون نيوتن الأول. كذلك من قانون نيوتن الأول ده نفهم منه حاجة. لو اتنين مثلا راكبين عربية والسواق سايق العربية بسرعة كبيرة جدا جدا، وفجأة الإشارة بقت حمراء وفي مدى قصير جدا بالنسبة له، لو جه وضرب فرامل جامدة في علشان ما يخترقش إشارة المرور، إيه اللي هيحصل؟ هنجد إنه هو والشخص اللي جنبه هيندفعوا للأمام، هيندفعوا إلى الأمام. بل الأكثر من ده، لو كان اللي بيسوق ده ماشي بسرعة كبيرة وما خدش باله، خبط في حيطة، خبط في عمود، ده بيؤدي إلى إنه هو واللي جنبه هيكسروا البرابريز أو الإزاز بتاع العربية وتلاقيهم خرجوا برا العربية. ليه؟ لأنه كلاهما كان بيتحرك بنفس السرعة بتاعت العربية وهي ماشية سرعة كبيرة، ففجأة لما اتخبطت راحت وقفت. هما ما زال جسمهم متحرك بهذه السرعة، فهذا الجسم ايه اللي هيحصل له؟ انه هيخرج من الإزاز، يكسر الإزاز ويخرج منه. ودي بيتهيألي يعني شفنا احنا المآسي دي كتيرة. يعني ده كله هو ما هو إلا تنفيذ
لهذا القانون اللي هو قانون نيوتن الأول. يبقى الجسم ما دام ماشي ومتزن هيفضل ماشي في حاله، جيت وقفته فجأة أثرت عليه بقوة، كان هو ماشي، إيه اللي هيحصل؟ نتيجة القصور إنه هيظل مندفع، اللي هو جسم الإنسان اللي راكب جوه هذه السيارة. يبقى معنى هذا الجسم، معنى هذا القانون، إن الجسم الساكن يفضل ساكن، وهيفضل ساكن طالما مجموع القوى اللي حواليه بتساوي صفر، مفيش قوة بتؤثر عليه علشان تغير من حركته. وكذلك الجسم المتحرك اللي بيتحرك بسرعة منتظمة، لو ما وقفناهوش عن طريق الاحتكاك أو عن طريق فرامل أو بقوة توقفه، هيظل متحرك بنفس السرعة المنتظمة. يعني ده هيفضل متحرك بسرعة منتظمة طالما برضو القوة، مجموع القوة اللي حواليه بتساوي صفر. يبقى نقدر نقول إن هذا القانون نقدر نختصره في إنه مجموع القوى اللي حول الجسم سيجما اف بتساوي صفر. ده خلاصة القانون الأول لنيوتن. طيب نشوف كده القانون الثاني لنيوتن، نيوتن سكند لو. نيوتن سكند لو ده بنقول عليه قانون العجلة أو قانون التسارع، The law of acceleration، قانون التسارع أو قانون العجلة. بينص على it states that the acceleration of an object، عجلة الحركة لجسم، is directly proportional، تتناسب طرديا، to the net force، إلى القوة الفعلية، acting on it، الاكسلريشن تتناسب طرديا مع القوة الفعلية اللي بتؤثر عليه. والاكسلريشن دي برضو and الاكسلريشن and inversely proportional to its mass، يعني العجلة، عجلة الحركة تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة على الجسم عشان تخليه يتحرك بهذه العجلة، وكذلك هذه العجلة تتناسب عكسيا مع كتلة الجسم، مع كتلة الجسم. يعني ايه؟ طبعا القانون ده النص بتاعه ان اف الفورس اف بتساوي حاصل الضرب بتاع الكتلة في العجلة ام اي، اف بتساوي ام في اي، الماس تايمز الاكسلريشن. يبقى لو ودينا الماس الناحية التانية تبقى اف على ام بتساوي اي اللي هي الاكسلريشن. يبقى الاكسلريشن تتناسب مع اف طردي وتتناسب مع ام عكسي. يعني ايه؟ يعني لو أثرنا على جسم بقوة معينة فالتسارع يتناسب مع هذه القوة، القوة كانت كبيرة يبقى هيتحرك بتسارع كبير، القوة كانت صغيرة يبقى هيتحرك بتسارع صغير. يعني معناه إنه من السكون لو جينا أثرنا عليه سرعته تبدأ تتغير، فيكتسب تسارع، يكتسب عجلة اللي هي A، بندي لها الرمز A الأكسلريشن. هذا التسارع يتناسب مع طرديا مع قيمة القوة، القوة الكبيرة تدي تسارع كبير، القوة الصغيرة تدي تسارع قليل صغير. جميل قوي. طيب التسارع بقى، لو كتلة الجسم صغيرة وأثرنا عليه بنفس القوة، يعني جسم عندي جسمين مثلا، جسمين واحد ام 1 صغيره والتاني ام ام بتاعته اللي ام 2 تبقى كبيره،
وأثرنا على الاتنين بنفس القوة، بنفس القوة. صاحب الكتلة الصغيرة هيتحرك بعجلة كبيرة، وصاحب الكتلة الكبيرة هيتحرك بعجلة صغيرة، وده معناه إن العجلة تتناسب عكسي مع كتلة الجسم. الجسم اللي كتلته كبيرة هيتحرك بتسارع صغير، والجسم اللي كتلته صغيرة هيتحرك بتسارع كبير، تحت تأثير نفس القوة، نفس المقدار من القوة اللي احنا بنأثر بيه. يبقى دول القانونين الأولانيين، القانون الأول والقانون الثاني لنيوتن. القوانين دي طبعا لابد أن تحفظ، تبقى محفوظة كويس جدا، خصوصا للطلبة اللي هتختبر، اللي هيكون عندها امتحان إن شاء الله. القانون الثالث، نيوتنز ثيرد لو، بيقول لي ده بنسميه لو اوف اكشن رياكشن، قانون الفعل ورد الفعل، لو اوف اكشن رياكشن، قانون الفعل ورد الفعل. بينص على ستيتس ذات، القانون ده بيقول ايه؟ when two bodies interact، لو عندي جسمين والجسمين دول تصادموا، حصل لهم تصادم، the force which body A exerts on body B، ده بنسميه الاكشن، الاكشن فورس، يبقى القوة اللي بيؤثر بيها الجسم، يعني جسمين A و B اتصدموا، فالقوة اللي بيؤثر بيها الجسم A على الجسم B هتكون بتساوي في المقدار وتضاد في الاتجاه القوة اللي بيؤثر بيها الجسم B على الجسم A. يبقى نقول the force which body A exerts هنا أي the force which body A exerts on body B، دي بنسميها قوة الفعل. يبقى A خبط في B، ده بيكون is equal in magnitude and opposite in direction to the force which body B exerts on body A، هيكون مساوي ومضاد في الاتجاه للقوة اللي بيؤثر بيها الجسم B على الجسم A، ده بنسميه reaction force، رد قوة رد الفعل، قوة رد الفعل. A consequence of the third law is that forces occur in pairs، هذا القانون بالذات لا يحدث إلا دايما يبقى فيه قوتين، قوة فعل والقوة المضادة ليه اللي هي قوة رد الفعل. يبقى دايما القانون الثالث ده بيحدث على شكل ايه؟ قوتين وليست قوة واحدة، وليست قوة واحدة. طيب نحب نتذكر، remember بيقول لي remember that the action force and the reaction force act on different objects، انه الاكشن دي قوة الفعل، والرياكشن دي قوة رد الفعل، دول كل واحدة فيهم بتؤثر هنا على أحد الجسمين، واحدة على الجسم الأول والتانية على الجسم التاني. التلات قوانين دي تتحفظ كويس جدا جدا جدا، زي ما شرحنا كده القانون الأول، قلنا إنه القانون الأول محصلة القوة F عليه على القوة اللي على جسم، محصلة القوة
بتبقى صفر، الجسم الساكن يفضل ساكن والجسم المتحرك بسرعة منتظمة يفضل متحرك بسرعة منتظمة. ده القانون الأول اللي هو سيجما اف بتساوي صفر. القانون الثاني هو إنه مجموع القوى اف بتساوي حاصل ضرب الكتلة في التسارع، يبقى ده نيوتنز سكند لو، القانون الثاني. طبعا القانون الثالث هو انه F1 بتساوي ناقص F2، لانه قلنا قوة الفعل هنسميها F1 وقوة رد الفعل هنسميها F2، يبقى F1 بتساوي ناقص F2. طيب احنا الجزء ده هنبدأ بقى نشوف كده شوية تطبيق أو تطبيقات على هذا الكلام. مثال واحد بيقول لي two forces F1 و F2، F1 و F2 أهو act on 5 كيلو جرام ماس، يعني عندي الجسم ده كتلته 5 كيلو جرام، بيؤثر عليه قوتين F1 اهي في اتجاه X مثلا و F2 في اتجاه Y. لو كانت F1 ب 20 نيوتن و F2 ب 15 نيوتن، وكانت F2 ب 15 نيوتن، اوجد find the acceleration in A في الحالة A والاكسلريشن في الحالة B من الشكل اللي عندنا ده. يعني عايز اجيب الاكسلريشن هنا، الجسم ده هيتحرك بعجلة شكلها A، وهنا الجسم هنا هيتحرك بعجلة شكلها A. طبعا احنا هذا الكلام بنطبق فيه على طول القانون الثاني لنيوتن، انه سيجما، بنقول كده ان سيجما اف بتساوي F1 بلس F2، F1 بلس F2، خلينا في الحالة A دي. كويس، F1 بتؤثر بكام؟ ب 20 I في I. يعني ايه I؟ I ده متجه الوحدة اللي هو في اتجاه محور X، فإذا كان ده محور X فده اسمه متجه الوحدة، قيمته واحد، قيمته واحد. لكن لما أقول 20 معناها إن القوة F1 قيمتها 20 وتؤثر في هذا المحور، خلاص. والخمستاشر جي ده متجه الوحدة في اتجاه Y في الاتجاه ده، يعني معناها إنه القوة بتؤثر في الاتجاه العمودي، في الاتجاه العمودي للاتجاه الاولاني اللي هو الاتجاه اكس. طبعا احنا بنجمع ان اف سيجما اف بتساوي ام اي، يبقى نجمع ده زائد ده بيساوي 5 اي، يساوي 5 في اي. ايه هي 5؟ 5 كيلو، دي الكتلة، الكتلة اهي فوق بيقول لي انها 5 كيلو جرام، يبقى عوضت بخمسة في اي. طيب يبقى ايه هجيبها بكام؟ ايه هتساوي 4. طبعا لو قسمت الطرفين على 5 هيبقى هنا ايه وهنا 3 جي وهنا 4 اي، يبقى ده هيساوي 4 اي بلس 3J. يبقى نقدر نجيب الـ A تطلع بكام يا ترى؟ القيمة بتاعتها أكيد هتمشي تبقى ما بين الاتنين، هتبقى في هذا الاتجاه، تبقى في هذا الاتجاه بينهم، يعني هتبقى A هي نقدر نقول الجذر التربيعي لده زائد ده، مربع، مربع ده زائد مربع ده، يعني الجذر التربيعي ل 16 زائد 9
يساوي الجذر التربيعي ل25، وبالتالي ان ايه تساوي 5 متر لكل ثانية تربيع، 5 متر لكل ثانية تربيع، وهكذا. طبعا الجزئية التانية تحتاج طبعا للتحليل، وانا يعني مش عايز ادخلكم في دلوقتي في الوقت ده للتحليل، خصوصا ان احنا ما خدناش حاجة عن المتجهات، ما اتكلمناش على المتجهات، فخلينا في الجزء الاولاني. يبقى خدنا 3 قوانين، قلت القانون الثالث اللي هو بيختص على القوى المتبادلة بين الاجسام، ان F1-2 بتساوي ناقص F2-1، او خلينا اقول F1 بتساوي ناقص F2. قوة الفعل، ودي قوة رد الفعل، ان الاتنين بيساووا بعض، واشارة السالب دي معناها انهم بيأثروا في اتجاه عكس بعض، عكس بعض. يعني لما اقول F1-2 معناها القوة اللي بيؤثر بيها الجسم الاول على الجسم التاني، او اللي بيتأثر بيها الجسم اول مع من الجسم التاني، وده العكس، الجسم التاني من الجسم الاول. ده المفهوم بتاع هذه القوانين التلاتة، وانا هناخد طبعا القانون نيوتن الثاني بالذات، ده ممكن يبقى عليه شوية تطبيقات في غاية الأهمية، تطبيقات في غاية الأهمية. أولا التطبيقات اللي احنا بنتكلم عليها، F بتساوي M times A، F بتساوي M في A، الكتلة في العجلة. جميل. لما اقول الكتلة في العجلة، لو انا اديت لك القوة واديت لك كتلة الجسم، نقدر نجيب العجلة؟ اكيد، لان F بتساوي M A، F معلومة و M معلومة، يبقى اقدر اجيب A. كذلك لو اديت لك F واديت لك A، نقدر نجيب M، نقدر نجيب الكتلة. يعني اديت لك القوة واديت لك العجلة، اقدر اجيب الكتلة. ولو ادينا العجلة وادينا الكتلة هضربهم في بعض يدوني القوة. القوة زي ما خدنا في المحاضرة الاولى في اليونت، وحدة قياس القوة هي النيوتن، وحدة قياس القوة هي النيوتن زي ما قلنا قبل كده، فيجب ان احنا نبقى عارفينها، وان النيوتن هو حاصل ضرب كتلة في تسارع في عجلة، الكتلة وحدتها كيلو جرام، والتسارع متر لكل ثانية تربيع، يبقى كيلو جرام متر على ثانية تربيع، هو ده الواحد نيوتن، ده النيوتن. خلاص جبناها قبل كده، لكن بحب افكركم بهذا الكلام مرة تانية. خلاص. طيب انا خلينا نشوف زي ما بقول تطبيقات، يعني الكلام طبعا المعروض ده دلوقتي انا ما مش هيهمني في شيء، انا كل اللي يهمني دلوقتي بعض الامثلة اللي ممكن تجيب لنا تجيب او يبقى عليها مسائل. طبعا بالاضافة للـ3 قوانين دي، في 3 قوانين للحركة، في 3 قوانين للحركة، ودول لازم نكون عارفينهم كويس جدا. القانون ده القانون الثاني للحركة، اللي هو V سكوير يساوي V نوت سكوير بلس 2AX. V السرعة النهائية الفاينل، V نوت
السرعة الابتدائية وايه الاكسلريشن او العجلة واكس المسافة المقطوعة من الجسم اللي بيتحرك بهذه العجلة وبسرعة نهائية، ودي سرعته الابتدائية. خلاص، ده قانون، ده القانون الثاني من قوانين الحركة. القانون الاول انه V بيساوي V نوت بلس A T، V بيساوي V نوت بلس A T، ده القانون الاول. وادي ده القانون الثاني. القانون الثالث انه X بقى هنا يتحط X، يبقى مرة بنقول V بيساوي V نوت بلس A T، بعدين في سكوير بيساوي في نوت سكوير بلس 2 اي اكس. والقانون الثالث بيقول لي انه اكس اللي هي المسافه بيساوي في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. يبقى اكس تاني، اكس بيساوي في نوت في تي، اللي هي السرعة الابتدائية في الزمن في تي، زمن الحركة، بلس هاف نص، يعني نص ايه العجلة تي سكوير اللي هو مربع الزمن. التلات قوانين دول يا ريت تسجلوهم عندكم، لأنه ممكن نحتاجهم في حلول بعض المسائل، في حلول بعض المسائل. و مسألة زي دي مثلا، ده اكزامبل انا هسيبه لكم على الشاشة، انه الكترون كتلته 9 × 10^-31 كيلو جرام has an initial speed، له سرعة ابتدائية مقدارها 3 × 10^5 متر بير سكند، 3×10^5 متر لكل ثانية. الالكترون ده اللي بيملك سرعة ابتدائية دي مقدارها travels، بيتحرك in straight line، في خط مستقيم. And its speed increases to 7 × 10^5 meter per second. زادت من 3×10^5 ل7×10^5 متر لكل ثانية in a distance، خلال مسافة of 5 سنتيمتر، يعني خلال مسافة 5 سنتي. هذا الالكترون اللي كتلته 9 × 10^-31 كيلو جرام زادت سرعته من 3×10^5 ل7×10^5، خلاص خلال المسافه دي اللي هي ال 5 سنتي. اوكي، بيقول لي بفرض assuming its acceleration is constant، بفرض انه العجله بتاعته ثابته، determine احسب the force on the electron، القوة المؤثرة على الإلكترون. خلاص، و B بيقول لي compare this force with the weight of the electron which we neglected، اللي احنا مهملينها. طبعا لما اقول الويت اللي هو الوزن ده قوة على فكرة، والوزن او الويت هو حاصل ضرب كتلة الجسم في عجلة الجاذبية، هي حاصل الضرب ام في جي، يعني العجلة هنا بتاعت الحركة تبقى ايه، هي عجلة الجاذبية، يعني معناه ان الالكترون ده يبقى ساقط، يسقط، يقع معايا. فطبعا القوة بتاعت وزنه انها بتساوي ام جي. فانا هجيب طبعا هنا من القانون بتاع الحركة ده هنجيب الاكسلريشن، وانا الاكسلريشن اتعرفت وانا عندي الكتلة، هضرب الكتلة في العجلة واجيب مين، الفورس، اجيب الفورس. طبعا هو راح اعملها في
خطوة واحدة، يعني انه جاب من هنا ايه بتساوي ايه، هتساوي هذا الكلام خلاص، وراح ضارب الكلام ده في ام اهي بقت اف، يبقى اف بتساوي ام في ايه اهي، ايه اللي هي جابها من قانون الحركة التاني. اوكي، طبعا هنا في نوت سكوير تروح الناحية التانية، هتروح بالسالب، واللي يطلع ده اقسمه على 2 اكس اللي هو ده، عشان تفضل لي ايه لوحدها في الطرف، يبقى ايه هتساوي في سكوير ناقص في نوت سكوير مقسومة على 2 اكس. لو ضربت ده ال a ضربتها في m يبقى m a، ده هيساوي مين؟ f اللي هي القوة المؤثرة على الالكترون. طبعا لما يحسبها بهذا الكلام. بعد كده هشوف قوة وزنه، قوة الوزن بتاعته لو حسبناها اهي ام في جي ام اهي، واضربها في 9 و8 هنلاقيها تطلع ايه. شوفوا المقدار ده 8 و9 مضروبة في 10 والسالب كام؟ 30. دي 3 و6 القوة اللي بتؤثر عليه نتيجة الحركة بتاعته في 10 أس سالب 18 نيوتن. هنا 10 أس سالب 18 ودي 10 أس سالب 30، فواضح ان هذا المقدار صغير جدا جدا جنب ده، علشان كده ده بيهمل. القوة الميكانيكية اللي احنا بنتكلم عليها اللي طلعت دي كبيرة جدا جدا مقارنة بوزن الايه الالكترون. ولو كانت القوة دي اصلا صغيرة ما كانتش قادرة على انها تحركه اصلا يعني. خلاص يا شباب، برضو ده يعني مثال، يعني هنشوف عدة امثلة بعد كده. معلش، يعني انا مش كل الامثلة هديها، لكن خلينا مثال زي هذا المثال، مثال زي ده، وهنشوف ازاي بنطبق فيه القانون الثاني لنيوتن. عندي كتلتين M1 وM2، كتلتين M1 وM2، الاثنين مربوطين بخيط، الخيط ده لازم يكون خفيف عشان ما يكونش له كتلة، مربوطين والخيط بيمر على بكرة ملساء، بكرة ملساء معايا. البكرة دي هي اسمها بولي، كلمة بكرة يعني بولي. البولي دي هي سموث، وكلمة سموث يعني معناها انها ملساء. يبقى عندي الكتلتين، كتلة M1 اللي هي 3 كيلو، وM2 ولتكن اللي هي 5 كيلو جرام، are connected الاثنين مربوطين ببعض by light string بخيط خفيف، والخيط ده passes over بيمر على smooth pulley على بكرة ملساء as shown in figure زي ما هو مبين في الشكل. بيقول لي determine، احسب نمرة 1 او ايه the tension in the string، كل كتلة من دول بتشد التانية، يعني دي بتشد ال M1 و M1 بتشد M2، الكتلة الكبيرة هي اللي في الشد فيهم بتتغلب على التانية. لو كانوا الكتلتين دول قد بعض، لو كانوا قد بعض بالظبط، مش هيتحركوا من مكان، محدش فيهم هيقدر يشد التاني، لان M1 هتشد M2 بقوة، و M2 هتشد M1 بنفس القوة، وبالتالي
قوتين هم في متساويتين وعكس الاتجاه لبعض معايا. وبالتالي يبقى هنا تأثير الإجمالي، مفيش قوة هتأثر عليهم وبالتالي مفيش حركة، مش هيتحركوا. زي بالظبط العملية دي حكاية شد الحبل. شد الحبل لو عندي مجموعتين أو واحد طالبين، الاتنين ما شاء الله قوتهم كويسة زي بعض، والاتنين بيلعبوا لعبة شد الحبل، واحد بيشد من ناحية والتاني بيشد من الناحية التانية. لو الاتنين قوتهم قد بعض مش هيتحركوا خلاص، لكن لو واحد تالت بقى جه انضم لأحد الاتنين دول وراح شادد معاه، أكيد هيشدوا الطالب اللي في الطرف التاني. ليه؟ لأن الاتنين دول هيبقوا أقوى منه، القوة تبقى أكبر. هنا بنفس الشكل القوة، هنا الكتلة M1 بتلاتة، الكتلة M2 تلاتة زائد اتنين، تلاتة قد التلاتة وزائد اتنين، هو ده مثلا الطالب التاني اللي اتضاف للطالب الأولاني، فأصبح الاتنين يشدوا بعض. فاحنا نتوقع بالعقل كده إن M2 هي اللي هتستطيع، M2 دي هي اللي هتستطيع إنها تشد M1، وبالتالي الحركة هتبقى في هذا الاتجاه، الحركة هتبقى في هذا الاتجاه معايا. طيب الاتنين مربوطين مع بعض، يبقى بالعقل الاتنين هيملكوا، طالما الاتنين مربوطين مع بعض يبقى هيتحركوا بنفس الحركة، بنفس السرعة، بنفس التسارع معايا. طيب يبقى التسارع بتاعهم هيبقى ايه؟ وهيكون في هذا الاتجاه، شايفينه كده؟ يعني معناها ان M1 هتتحرك لأعلى وM2 هتتحرك لأسفل. M1 تتحرك لأعلى وM2 هتتحرك ايه؟ لأسفل. هو عايز يحسب قيمة العجلة، دي واحدة. عايز التنشن الأول، التنشن هنسميه تي مثلا في الحبل في الخيط، وتاني حاجة عايز الأكسلريشن، الأكسلريشن بتاعت كل كتلة. طبعا الأكسلريشن بتاعت كل كتلة هي هنسميها ايه وهنجيبها مرة واحدة. تالت حاجة بيقول الديستانس each mass moves in the first second of motion if they start from rest، لو ابتدوا من السكون بعد ثانية واحدة، يا ترى الكتلة M1 هتتحرك لأعلى مسافة قد إيه، ومعناها M2 هتتحرك برضو نفس المسافة بس الأسفل قد إيه خلال ثانية واحدة. دي طبعا نقدر نجيبها من قوانين الحركة لو لما نجيب التسارع. يبقى هجيب التسارع ايه والسرعة الابتدائية، لانهم من السكون هيبتدوا، احنا الاول هنربطهم وهنسيبهم. الكتلة الكبيرة هتبدأ تشد الكتلة الصغيرة وتتحرك بيها، M2 تتحرك لأسفل وM1 تتحرك لأعلى، يبقى اتحركوا من السكون، تبقى السرعة الابتدائية بكام؟ بالصفر اللي هي في نوت. خلاص يبقى عندي لو جبت ايه وعندي في نوت انا اقدر اجيب احطها بصفر، يبقى وداني الزمن ثانية تي بثانية، اقدر اجيب اكس اللي هي المسافة اللي هيتحركوا بيها. طبعا المسائل دي مسألة بنطبق فيها قانون نيوتن الثاني بحذافيره مرتين، مرة على الجسم M1 ومرة على الجسم M2. خلاص دلوقتي بنشرح المسألة ونحط كل جسم على حاله، لحاله كده، M1 لوحده، M2 لوحده، وهنشوف الـ M1 ايه القوة اللي بتؤثر عليه
وام اتنين ايه القوة اللي بتؤثر عليه، وهما الاتنين بيتحركوا بنفس التسارع، بس التسارع ده لأسفل، وهنا ام واحد التسارع بتاعه لأعلى. خلاص جميل. اولا احنا قلنا ان اف بتساوي ام ايه. ايه هي اف؟ مجموع القوى اللي بتؤثر على الجسم ده. مجموع القوى، ايه هي القوة اللي بتؤثر على الجسم؟ ام وان قوة الشد في الخيط ده لأعلى، خلاص، وقوة وزنه لأسفل. يبقى في قوتين، تي لأعلى و ام جي او ام وان جي لأسفل. جميل قوي. الحركة بتاعت ام وان لفين؟ لأعلى ولا لأسفل؟ لأعلى اهي. يعني ام وان بيتحرك اهو اتجاه التسارع اهو، يبقى بيتحرك في هذا الاتجاه. يبقى هنقول انه اف، ايه هي اف؟ عبارة عن الكتلة ام وان في التسارع ايه. ام وان في ايه؟ ده القوة اللي بتؤثر على ام وان، النت ريزلت. خلاص. القوة الفعل الكلية اللي بتؤثر عليها هي ام ايه. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاصل قوتين، تي لأعلى وام وان جي لأسفل. يبقى هنقول ان القوة اف، ايه هي اف؟ هي تي ناقص ام وان جي. تي ناقص ام وان جي، تي ناقص ام وان جي بتساوي ايه؟ ام وان في ايه. يبقى دي مجموع القوة، مجموع سيجما اف. ده سيجما اف، سيجما اف بيساوي ايه؟ ام في ايه. سيجما اف مجموع القوة اللي بتؤثر على الكتلة ام وان بتساوي ايه؟ ام وان في ايه، نفس الكتلة مضروبة في التسارع، ده اللي احنا عايزينه. يبقى دي المعادلة الخاصة بالكتلة الأولى. خلاص. طيب ايه المجهول، ايه اللي معلوم منها؟ ام وان معلومة، ام وان معلومة، جي معلومة، عجلة الجاذبية، عجلة الجاذبية اللي هي 9.8 متر كل ثانية تربيع. يبقى ده معلوم، ده معلوم، ده معلوم. يبقى فاضل مين؟ ايه وتي، مجهولين. طيب انا حاسس ان انا عندي مجهولين، يبقى لابد ليا من معادلة تانية علشان احل المعادلتين في مجهولين واجيب قيمة المجهولين دول. المعادلة التانية هجيبها الخاصة بالجسم ام 2، ام 2 زي ما عملنا مع ام 1 هجيب ام 2. ايه هي؟ انه سيجما اف بالنسبة لام 2 هي ام 2 في ايه. سيجما اف هي حاصل القوة او مجموع القوة اللي بتؤثر على، طبعا المجموع الجبري اللي بيؤثر على ام 2، ايه هما؟ الوزن الاسفل. ليه؟ لان الحركه هي الاسفل، يبقى الوزن الاسفل ناقص التي لاعلى. طبعا الشد تي ده هو الشد تي ده، لانه الخيط مشدود هيبقى بنفس القوه. ليه؟ لانه الكتلتين شدينه بنفس الـ بيتحركوا بنفس التسارع، وبالتالي طالما بيتحركوا بنفس التسارع يبقى معناها الشد في الخيط من اعلى ومن اسفل واحد. الشد في الخيط هنا اهو، الشد ده يبقى ام 2 هتشد ام 1 بنفس القوة اللي ام 1 هتشد بيها ام 2، طالما انهم بيتحركوا بايه؟ بتسارع ثابت، بتسارع ثابت. اوكي. طيب نرجع تاني لام 2. يبقى قلنا انه سيجما اف بالنسبة
لام 2. سيجما اف يعني ايه؟ مجموع القوى اللي بتؤثر على ام 2 اللي هم مين؟ ام 2 جي ناقص تي، ادي مجموع القوى. ده بيساوي ايه؟ بيساوي قيمه ام 2 مضروبه في مين؟ في العجله ايه برضو. يبقى ام 2 في ايه؟ يبقى نقدر نقول المعادله الثانيه هي ام 2 في ايه هتساوي هنا ام 2 جي ناقص تي. ليه ام 2 جي ناقص تي مش تي ناقص ام 2 جي؟ لان دايما باخد الموجب اللي هو في اتجاه الحركه، الموجب هو اللي هو ام 2 جي، ام 2 جي ده الموجب، فده اللي بيبقى عشان في اتجاه الحركه لاسفل يبقى ده اللي هيبقى موجب، والتي لانها في الاتجاه العكسي هتبقى في الاتجاه السلبي. طبعا عندي دلوقتي هنا معادلتين بالعقل كده، لو جمعتهم على بعض التي هنا بالموجب والتي هنا بالسالب وتي هي تي هيروحوا مع بعض، ويبقى M1A زائد M2A هاخد A مشترك، ويبقى M1 زائد M2 مضروبة في A هيساوي الناحية التانية M2G ناقص M1G، هاخد منهم G مشترك يبقى M2 ناقص M1 مضروبين في G. نقدر نعوض هنا M1 وM2 معلومين وG معلومين، كل ده معلوم، يبقى اقدر اجيب مين؟ A. يبقى A هتساوي M2 ناقص M1 في G مقسوم على مين؟ M1 بلس M2. هدول هوديهم الناحية التانية طرفين في وسطين يجوا تحت هنا في المقام، يبقى هتبقى المعادلة اهي M2 ناقص M1 M2 ناقص M1، معلش هنا دي فيها غلط، جي دي فوق، جي فوق مش تحت، ده مضروب في جي ومقسوم على M2 زائد M1. يبقى التسعة وتمانية دي، معلش يا جماعة أنا آسف، التسعة وتمانية دي تطلع فوق، ده في غلطة مطبعية، يبقى هنحسبها 5 ناقص 3 يطلع 2 على 5 زائد 3 اللي هي 8، والاتنين دي هتبقى مضروبة في 9.8، يبقى فوق 9.8 مقسومة على كام؟ على 4. ليه؟ لأن هنا دي 5 ناقص 3 ب2، 2 تختصر مع 8 يبقى يتفضل تحت 4، والتسعة وتمانية دي فوق خلاص، يبقى 9.8 مقسومة على 4 هتطلع هي نفس القيمة 2.45، بس وضع التسعة وتمانية دي غلط، دي تطلع فوق خلاص. يبقى بكده قدرنا نجيب ايه. هعوض في احد المعادلتين، ايه معلومه اقدر اعوض هنا عن ايه اللي هي 2.45 وام 1 ب3، وهنا 3 في 9.8 اوديها الناحيه الثانيه تروح بالموجب، اقدر اجيب قيمه الشد اللي هو تي، وبالتالي يبقى ده المطلوب الثاني. يبقى كده تي بسهولة نقدر نجيبها، هتطلع 36.6 نيوتن. الحالة التالتة بقى، الحالة التالتة اللي هو طالب المسافة اس او المسافة اكس، هي يعني بالنسبة لنا. طبعا هو قال في نوت بصفر، انا عندي القانون بيقول لي ايه؟ القانون بيقول ان اس او اكس بتساوي في نوت تي زائد نص اي تي سكوير، يعني الجزء ده زائد في نوت دي مضروبه في تي. في نوت بصفر يبقى الفي نوت تي على بعضها بصفر، ويبقى فاضل ان اس او اكس سيان المسافة بتساوي نص اي تي سكوير. ايه جبناها من الجزء اللي فوق؟ وتي هو قال خلال ثانية واحدة
يبقى هعوض عن تي بواحد تربيع بواحد، وايه باتنين وخمسة واربعين، واللي يطلع اقسمه على اتنين هيطلع لي 1.23 متر. يعني خلال ثانية واحدة كل كتلة منهم هتقطع مسافة مقدارها، شايفينها اهي، مسافة مقدارها متر وتلاتة وعشرين من مية من المتر. في صعوبة في هذا الكلام؟ المسائل دي او المسألة دي في غاية الأهمية يا جماعة، أرجو انكم تاخدوا بالكم منها. خلاص، طيب في مثال هنا تاني، لكن انا يعني ايه مش هركز عليه ولا على المثال ده، يعني انا مش كل حاجة هناخدها. معلش يا شباب، معلش، ده مثال والله. المثال ده يعني مش عايز انا ايه يبقى بتحلله زوايا، فخلي برضو انا واضح ان انا بطنش حاجات كتير. الجزء اللي بعد كده خاص بالاحتكاك، وانا يعني الاحتكاك انا بديه للطلاب الفريش، معلش يعني لا مؤاخذة، معامل الاحتكاك، لو ان انتوا الكلام ده واخدينه في الثانوي، لكن انا برضو مش عايز اتعبكم. كتير انا بطنشها، شايفين انا بطنش حاجات كتير ازاي؟ انا عايزكم انتوا كمان تخلصوا، عايزكم تخلصوا. طيب نشوف كده يعني حاجات بقى ايه. شوية مسائل كده ايه جميلة. A force F applied to an object of mass M1 produces an acceleration of 3 متر كل ثانية تربيع. The same force applied to a second object، نفس القوة دي F هتأثر على جسم تاني كتلته M2 فهتخليه يتحرك بعجلة مقدارها 1 متر لكل ثانية تربيع. أولا بالعقل كده، أنهي فيهم اللي كتلته أكبر، اللي فوق ولا اللي تحت؟ طبعا اللي هيتحرك بعجلة أقل، طالما نفس القوة يبقى اللي يتحرك بعجلة أقل تبقى هي الكتلة الأكبر، زي ما احنا واحنا بنشرح في القانون. يعني لو بصينا للكلام ده نقدر نجيب الريشيو او النسبة بين الكتلة M1 الى M2، عايز النسبة بين الكتلتين. What is the value of the ratio M1 على M2؟ واذا كانت M1 و M2 are combined، لو الاتنين بقى اتربطوا مع بعض
عايز الاكسلريشن اندر ذا اكشن اوف ذا فورس. طبعا لما يتربطوا مع بعض بقت الكتله بقت كتله ام 1 زائد الكتله ام 2 على بعضها، ام 1 زائد ام 2 يبقى اكيد الاكسلريشن هتقل اكتر من الواحد متر حتى على ثانيه تربيع. يعني في مسائل والله يا شباب جميلة، لكن أنا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بس عايز أدي مسألة على هذا الجزء. انا عموما الكلام ده ان شاء الله كده انا خلصت الباب الاول، كده خلصنا بعون الله الباب الاول، والباب الثاني هنخش فيه اللي هو الميكانيكال بروبرتس اوف سوليدز، أو الخواص الميكانيكية للأجسام الصلبة أو للجوامد، الأجسام الجامدة الخواص بتاعتها، الخواص الميكانيكية. إن شاء الله ده هيبقى المحاضرة التالتة. كده المحاضرة التانية أنا خلصتها. إن شاء الله المرة الجاية قبل ما أديلكم المحاضرة التانية هجيب لكم مجموعة من الأمثلة أو المسائل اللي هي خاصة بقوانين الحركة اللي هي قوانين نيوتن، وكذلك مسائل على الأبعاد، إزاي لو عندي معادلة فيزيائية وبنقول اختبرها هل هي صحيحة ولا لا، ولو كانت معادلة المعادلة دي فيها قيم مجهولة ازاي نحسبها وازاي نجيبها، زي ما شفنا قبل كده في الباب في المحاضرة الأولى. فدي إن شاء الله هبقى أجيب لكم المرة الجاية مجموعة كده من المسائل قبل ما نبدأ المحاضرة بإذن الله تعالى، واللي هي هتبقى قريب قوي، لأن الفترة الجاية هحاول أكثف المحاضرات عشان أخلصها بدري، وعشان يبقى في متسع للطلبة اللي هتعمل بحث، ومش هنزل مجموعة البحوث دلوقتي إلا لما ناخد هذا الجزء، إلا لما ناخد الكلام ده، والأبحاث هتكون من صميم المحاضرات اللي انا بديها خلاص. وهبقى ادي مجموعه كده من الكتب اللي تعينكم او تساعدكم على انكم تعملوا البحث بتاعكم ان شاء الله خلاص. اما بقى الطلبه اللي هيبقوا معانا مستمرين لغايه الامتحان، فدول هيبقى قدامهم يعني فرصه اطول نقدر نتفاهم مع بعض بإذن الله تعالى بخصوص هذا الامتحان. أرجو إن شاء الله التوفيق للجميع بإذن الله. تشدوا حيلكم كده، ويا ريت أول بأول كده تبصوا كده على الفيديوهات دي، وإن شاء الله ما تلاقوش يعني مشاكل فيها بإذن الله. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.